هذا أكلة مكدوس معتبرة عنا، كنا نحوشه من أراضينا ونسلقه ونملحه بعد ما نصفيه من هالمي، نصفيه ونجيبه ونحطه بصدورة ننشفه ونحط له فستق وفليفلة وجوز. بس هلأ ما بينا نحط له هالشي، هذا جوز نحط له زيت وفليفلة، جوز من هالفستق رخيص نحط له ونساوي للشتوية. أنا هلأ أسبوع هيك ملتاشة بيها وعم جاهز للشتوية، كلياتنا نتعذب ونجيب المواد مشان نجهزها ونساويها للشتوية، يعني ما نقدر بلا هالشي هذا. بس هلأ يعني ضيقة ضيقة علينا كلياتنا بهالنزوح، النزوح تعذبنا كتير لحتى نأمن هاللي بدنا نجيبه، يعني أكل من على دور أجدادنا نساويها وعلى دور أهالينا ونحن تعلمناها منهم وصلنا نساويها، وأكلة معتبرة عنا يعني ما نقدر بلاها. كل سنة كل سنة بدنا نساويها بأيام الباذنجان.